بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أمهاتي المجاهدات الفدائيات المكافحات المناضلات، اللائي لولاهن وإخوانهن المجاهدين لما كنا هنا نحتفي بستينية استرجاع السيادة الوطنية. فألف ألف تحية لكن كل بمقامهن، ووقفة إكبار لكن، واعتزاز وافتخار بوجودكن معنا، وأدمكن اللهن تيجانا فوق رؤوسنا نستنير بكن في ظلمات هذا العالم الممتلئ بالأحداث. السيدات ضيفات الجزائر، السيدات الكريمات الوزيرات من مختلف الدول العربية والدول الشقيقة المشاركة معنا اليوم، وكذا الوفد الإفريقي، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، السيد وسيد الجمهورية السيد والي ولاية الجزائر، السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي، السيد مستشار رئيس الجمهورية، شكرا على الحضور، السيدات والسادة مسؤولو الهيئات الرسمية للدولة وإطاراتها، ممثلو وسائل الإعلام الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أشرف على افتتاح هذا الملتقى الكريم، الملتقى الدولي حول نضال المرأة الجزائرية من ثورة التحرير إلى مسيرة البناء والتعمير، والذي شرفتنا بحضوره معالي الدكتورة هيفاء أبو غزالة، وهي مشكورة على حضورها بيننا. هذا الملتقى الذي تقام فعالياته بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى 60 لعيد الاستقلال، والذي ستتواصل النشاطات والبرامج المرتبطة به على مدار السنة، أي إلى غاية 5 جويلية 2023. كما يطيب لي في البداية أن أرحب مرة أخرى بضيفاتنا الكريمات من الدول الشقيقة والصديقة، اللائي نتشرف بزيارتهن إلى الجزائر لمشاركتنا الاحتفائية بحرائر الجزائر، اللواتي سجل التاريخ كفاحهن بأحرف من ذهب في مسيرة الكفاح من أجل التحرير واسترجاع السيادة الوطنية. إن هذا المؤتمر الدولي ينعقد في أعقاب إحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال، هذه الذكرى العزيزة على قلب كل جزائري وجزائرية، هي محطة يستحضر فيها الشعب الجزائري ذكرى خالدة، ذكرى تحرره من نير الاستعمار البغيض بعد أكثر من 132 سنة من الظلم والإبادة، ليسترجع فيها حريته وسيادة دولته الجزائر بعد سنوات من المقاومة والكفاح المسلح، ويواصل بعدها معركة التشييد والبناء. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أنحني بإجلال وإكبار أمام التضحيات الجسام لأرواح شهيدات الوطن، تغمد الله أرواحهن الطاهرة الزكية بواسع رحمته. كما لا يفوتني أن أزف تحية تقدير وإكبار للمجاهدات وأرامل الشهداء، متمنيا لهن دوام الصحة والعافية وطول العمر، ليشهدن المزيد من محطات مسيرة البناء وتقدم الوطن، وينعمنا بخيراته. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، لقد أثبتت المرأة الجزائرية المقاومة والثائرة مكانتها في ساحة النضال والكفاح من أجل استقلال البلاد، فقدمت صورة مشرفة ورائعة عن وقوفها مع أخيها الرجل أمام همجية الاستعمار، استلهمت منها العديد من حركات التحرر عبر العالم تجاربها. وقد كانت المرأة الجزائرية دائما وفي الأوقات العصيبة التي مرت بها الجزائر على مر التاريخ درعا صلبا وحصنا منيعا للذود عن حمى الوطن، حيث يحتفظ التاريخ بصور ومشاهد ناصعة رسمتها
المجاهدة لالة فاطمة سومر ورفيقاتها ممن سرن على دربهن من المجاهدات الثائرات ضد الظلم والتحقير للمجتمع. حسيبة بن بوعلي، فضيلة سعدان، مليكة قايد، جميلات الجزائر، جميلة أبو حيرد، جميلة أبو عزة، وجميلة أبو باشا، وكلهن جميلات وحاضرات معنا، فشكرا على حضوركم. والقائمة طويلة من حرائر الجزائر، وقد تجلى ذلك في الإسهام غير المسبوق للمرأة الجزائرية خلال الثورة الجزائرية، الثورة التحريرية المباركة في المدن والقرى والأرياف، بل إن العمليات الفدائية النوعية التي نفذتها المرأة لم يكن بإمكان حتى الرجال القيام بها، كما كانت الفدائية والكاتبة والموزعة لمنشورات الثورة، وأيضاً الممرضة والمداوية لمصابي جيش التحرير المجيد. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن الدور الكبير الذي لعبته المرأة في معركة التحرير لم ينقطع، بل تواصل فيما بعد في معركة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، ألا وهي معركة البناء والتشييد، لا سيما في ظل الدمار الذي خلفه المستعمر على جميع الأصعدة، حيث كان لها دور كبير، وبنفس العزيمة والإرادة في إعادة بناء أسس الدولة وقواعدها. إن هذه المحطات الناصعة والمتميزة من مساهمة المرأة في المجتمع قابلتها إرادة سياسية قوية من أجل ترقية المرأة وضمان حقوقها وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية بالشكل الذي يستجيب لتطلعاتها وتطلعات الوطن ويرقى إلى مستوى التضحيات التي قدمتها في سبيل تحرير الوطن. وقد سمحت هذه الإرادة السياسية التي ترجمتها الدولة كمبادئ دستورية راسخة بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وهو ما تشهد عليه الأرقام والإحصائيات، فالعديد من القطاعات تجاوزت فيه اليد العاملة النسوية نسبة تقدر بأكثر من 50%، كقطاع الصحة والتربية والتعليم حيث تجاوزت هذه النسبة أكثر من 70%، كما تجاوز عدد الطالبات في الجامعة عدد الطلبة بكثير، وحتى تلك المهن التي كانت إلى وقت قريب حكراً على الرجال كأسلاك الأمن والجمارك والحماية المدنية، فقد سجلت منحة تصاعدياً في توظيف العنصر النسوي، وفتحت الباب أمامها لتولي المناصب القيادية والمسؤولية، والأمر كذلك في صفوف الجيش الوطني الشعبي وسلك القضاء الذي عرف فيه العنصر النسوي حضوراً لافتاً في السنوات الأخيرة. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، لقد حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إيماناً منه بالدور المحوري الذي يلعبه العنصر النسوي كمتغير أساسي في معادلة البناء، على إلى المرأة أهمية كبيرة ضمن برنامجه الذي تعمل الحكومة على تطبيقه، حيث التزم بمواصلة العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين وضعها وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أشكال العنف، وإنشاء آليات لتعزيز المقاولة النسوية لا سيما في المناطق الريفية. وإن الحكومة لتؤكد من هذا المنبر عزمها على المضي قدما نحو تعزيز المكتسبات التي تحققت للمرأة والعمل على تنسيق الجهود على كل المستويات وفق منهجية تشاركية لتعزيز قدراتها وإبداعاتها في الانخراط في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وفي الأخير، وإذ أجدد الترحيب بضيوف وضيفات الجزائر في بلدهن الثاني، أعلن رسميا عن افتتاح هذا الملتقى متمنيا لأشغاله النجاح، وأمل كبير في أن يساهم في نقل التجربة الجزائرية الرائدة في مجال التمكين للمرأة للمشاركة في التنمية الاقتصادية للبلدان والمجتمعات. وفقكم الله جميعا لما فيه الخير، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.